طبعا مجرد ظرف كورونا عامل اختلاف في حاجات كتيره جدا، من اسخفها بالنسبه لي ان السينما ما ينفعش تبقى مليانه، يعني 50% بس هي المليانه في اي درعه. فبقى فكره إن, ان ان احساس السينما المليانه دي عند صناع الفيلم احساس اكثر من 1000 مره، بس ستيل الناس برضو كانت يعني مقطعه بعض على التيكتس، وكان كل الحفلات كومبليت بنسبه 50%. طبعا الفانيو الجديد انا سعيد بيه جدا جدا جدا، والدنيا خلاص يعني بقى عرض، يعني شاشه عرض حلوه جدا، صوت حلو، صوره حلوه، كل حاجه زي الفل. ومبسوط ان كان في وعي كبير عند الناس في موضوع الكورونا. يعني فكره، يعني انا مثلا ما بحبش الكمامه خالص، بس فعلا ما فيش ولا مره انت بتبقى قاعد مش لابس الكمامه وانت بتتفرج على فيلم، تحديدا لو السينما مقفوله، فده شيء لطيف جدا. ولو عملت كده بتلاقي حد يقوم داخلك يقول لك البس الكمامه كده، ما تقدرش يعني تهرب منه. فلا يعني انا ده بالنسبه لي كان اسبوع ممتع جدا جدا. وصلنا الى مشارف نهايه الدوره. اعتقد اهم شيء انه معظم الحضور من مدعوين الى مساهمين الى مخرجين الى جمهور هم سالمين، هذا اهم شيء بالنسبه لنا، لانه كان بالنسبه لنا شيئين حيوين نركز عليهم. اولا ان تكون الدوره فنيا ناجحه من ناحيه الافلام، من ناحيه المشاريع، من ناحيه الختام والختام وغيرها من الفعاليات الاخرى، ونكون احنا بصحه وفيره. اصور حتى اللحظه احنا مرتاحين جدا للنتائج، والمهرجان لم ينتهي، عندنا يوم اضافي غدا. راح يكون هذا كله زاد للمستقبل. ايوه فوق فوق انا فوق بشرى في النص يا بشرى، هنا في النص يا بشرى. باي باي بشرى، صوتك يا بشرى. ثانك يو بشرى، ثانك يو.